الله عليك اخويا مهدي والله. دونك انا عيط لكم، انا عندي ان بروبليم شويه صراحه الله، ما بغيتش فورميل ديالي خاصه نقول لك. واخا قول لي اخويا مهدي، قول لي مهدويه. والله الا شي، انا ما تنقدرش نجمع وما عنديش مع الجميع، وتنتوشي تقريبا شي 25000 بار موا. كاين دي تروك هكا فيكس بحال القضيه الوالده المدام مثلا الكرا ديال الشهر تقريبا. انت دابا مهدي، مهدي الطريقه باش هضرتي عليها كتريزومي حالتك والله. كتقول صافي قلتي دي تروك مستسلم الامر عليك ما غاديش تجمع. شوف كاين شي حوايج بحال هادي بحال هادي بحال هادي، يعني حتى الطريقه حيت كنهضر على فلوسي اللي كضرب عليهم تماره، انت راك كضرب لا نافيت، راه عندك ان ريسك ديال الطريق، عندك تماره. ايفيكتيفمون دونك حيت نهضر على رزقي ونهضر على لي 25 ولا نهضر على لو سالير ديالي كنعطيه قيمه. ما نقولش دي تروك، ما نكونش كنهضر على السالير ديالي بلا مبالاه. وهضرتي واحد وهضرتي واحد كلمه زوينه، عرفتي شنو هي؟ قلتي لا ديسيبلين، راه لا بروميير اللي كنهضروا عليها لا ديسيبلين اللي هي خص الانسان يكون واعي بها، واعي بها. راه لوطو ديسيبلين هي الاولى، كتبدا منك. باش كتبدا منك في التسيير ديال الجانب المالي ديالك، راه لو شونجمون كيبدا مني من الداخل ديالي، عرفتي؟ بحال اللي كيقول لك اقوى حاجه اللي تخلي الحياه ديالك كتجي من الداخل، ما عمرها ما كتجي من الخارج. اللي من الخارج، اللي من الخارج كتهرسك، اللي من الداخل راه هي اللي تدفعك. صح انت مشيو اخويا ال 25000 ديالك باش ما نخرجوش الفلسفه عاوتاني. يلا الوزن قلبها طبيب نفسي. شوف اي حاجه تخرج من القلب تتوصل لك. هذاك الشيء حيد عليا لي تيتك وحيد عليا الفلسفه. هذاك الشيء اللي هذاك الشيء اللي كاين. والبرنامج ناجح على هاد لا فليكسيبيليتي ديالكم بوغ شاك بيرسون، ما كاينش قواعد عامه، مي كل واحد تمشي معاه الطريقه ديالو وتتخرج الهضره من قلبك، يعني ضروري غادي تكون ناجح. واخا رجعوا لك اخويا مهدي. انا نقول لك علاش، حيت انا انسان غوبال، انا انسان مخربق، ما يعني تنقول كل بقى لي مثلا هاد الشهر هذا بقات لي واحد ديميل، نقدر الشهر الجاي تقدر تخسرها في شي حاجه. واخا سي سامبل، انا نمشيو معاك دقه دقه ونحلوا هاد المشكل. وي واخا دابا انت مزوج ياك؟ انا مزوج. عندك الدار ديالك ولا تريطه؟ لا عندي الدار ديالك. لا ما مخلص، ما تنكري. كتكري؟ واخا شحال عندك في الكرا؟ عندي 300 تنخلصها بالعام، تنخلص 3 مليون ونص في العام. وماشي مشكل، دابا عندك 300 درهم، دابا كتبغي تهني راسك. ها هي واخا 300 درهم، اشنو هما لي شارج فيكس اللي عندك في الدار؟ هادي الشارج فيكس قول الانترنت ضو الماء. شحال شحال شحال؟ واه شريف سير معايا. شحال ضو الماء؟ والله ما عرفت. واخا الانترنت شحال؟ الانترنت عندي 200 المدام، تقريبا 600 ديال الانترنت. واخا ها 600 انترنت. عندك المدام تقريبا لارجون دو بوش ديالها 2000، وعندك الوالده عندي عندها واحد 2000 بلس ديك الكفه المنصفه عليها تقريبا واحد 3000 درهم، مي 2000 ديغان بور شاك موا. واخا دونك تال دابا راك غادي مزيان، يعني الا جيت نشوف تال دابا راه يلاه عندك واحد 5600 باغ مو. فين شاد؟ فين كاينه؟ وعندي عندك شنو يقولوا له؟ نقول لك حطيت 2000 ديال المدام. حطيتها 2000 الوالده في الكرا، في 3000 درهم ديال الكرا، في شنو اخر؟ المعيشه ديالك انت والمدام شحال؟ المعيشة اخويا والله ما تنحسب، ولكن تنخسر. واخا واش هاد العشوائية اللي انت فيها دابا غندوا نخربقوا الا مشيت انا وياك بحالك ياك؟ اشنو باش قلت لك انايا، بديت قلت لك انايا راه خصني فورمي. غادي نقول لك واحد القضية، انا بغيت ناخذ غير واحد نظرة على لي شارج فيكس اللي عندك. الا مشيت انا وياك قلت لك دي سي، ما عندك شي حاجة في الكونت ولا ما جمع والو؟ لا ما عنديش. واخا لوبجيكتيف عندك شحال؟ شحال باغي توصل؟ انا لوبجيكتيف نوصل ناخذ شي محل ندير فيه شي 300000 هكا. واخا 300000، الا خدينا 300000 ها لوبجيكتيف ديالك حطيتيه دابا هو 300000. 300000 اخويا باش غادي تجمعها سي سامبل، غادي دير واحد 10000 درهم غتحطها باغ موا، عندك في عام غتكمل 240000. في 15 ولا 16 شهر انت كملتي اكثر من 30 مليون في عام واحد. شهر لا في عامين، في عامين في عامين ماشي في عامين. في 3 سنين توصل 36 مليون. مزيانه ليك ولا ما مزياناش؟
مزيانه، ولكن هذه القضيه ديال عام الا كان ممكن خاص تعطيك شي شويه تمشي على قد دماغي. وانا القضيه ديال الجميع واش نمشي للبنك نقول لهم احيدوا كل شهر مليون؟ وحتى انا نقول لك حيت انت راه بالغ خص لي قادك، عرفتي باش غيقادك هو شي حاجه غتفيكسيها. دونك فين ما كدوز ليك 25 ميل تمشي دير ان فيرمو كيدوز فيه 10 ميل درهم ديريكتومون للكونت سير كارني بشكل اوتوماتيكي. واه وما تقربش ليه بشكل اوتوماتيكي، هذه الاولى. الحاجه الثانيه غادي تريح انت والمدام ديالك، وغادي دير الميزانيه ديالك. غتقول غتاخذ الرولفي بونكير ديالك حيت كتشري انت بالكارت كيشي بزاف، غتاخذ الرولفي طلع على ثلاثه ديال لي رولفي باش تعرف راسك كتخربق. دونك اش غدير؟ غادي دير هي الا شفتي الرولفي عندك والله هذا هو لو تيرم، ما تنشوف راسي ما تنطلش انا على الرولفي تلقى راسي فري. واخا علاش كنقول لك بحال كدير واحد الدياغنوستيك ديال الحاله ديالك، غادي تحس بواحد الالم مالي، من بعد تقول هذا الشيء راه ماشي هو هذاك، راه الشونجمون كيجي منك. دونك غتشوف هذاك لي رولفي تقول انا كنخربق، غادي تقول 10 ميل درهم اول حاجه نمشي ندير واحد كونت سير كارني وغندير ان فيرمون بيرمانون كيدوز ديريكتومون، غتبقى لك 15 ميل. هاد 15 ميل غادي نقول البيدجي ديال الكرا 3 ميل درهم، البيدجي ديال الضو والماء غتمشي تشوف لي فاكتور ديالك شحال كتخلص فيهم وغتحط المهم ماكس تكون واحد 500 كاع. وترى عندك كلشي ماشي عابات استاذي اسمع ماشي مشكل، راه خصها تولي عندك 100 درهم عندها معنى. الفاصله الفاصله ماشي حتى 100 درهم، راه 100 درهم خرجها صدقه وما تخليهاش بحال هكاك. صح فهمتي، هذا هو البروبليم. وي دونك غادي تولي غتولي عندك لا اسمعني مهدي، غتولي تحط بودجي باش تحترمو. دونك غتقول شنو هما الحوايج اللي فيهم ديزابونمون، بحال دابا الكرا الضو والماء، وغادي دير المعيشه ديالك وتقسمها بالديتاي انت والمدام ديالك، وغتحط لو بروميي بودجي ديالك غتحطو، لو دوزيام مو غتحاول دير واحد 10% دو ريدكسيون منه باش نقص اللي نقصتيه لوحو في كونت سير كارني. لو ثوازيام مو غادي تحاول تيكونوميزي حتى توصل لو بودجي بحال اللي كتقول مثالي، والكارت كيشي حطها. كنتمنى الامور واضحه خويا مهدي. كنشكرك بزاف. زيد بغيت تعطي شي معلومه حتى وصلنا الفاصل. مهدي مازال نعطيه معلومات مع الناس اللي جايين، نحاول نعطيه بعد الفاصل ان شاء الله. غادي نرجع مع مهدي ويعطيك بعض المعلومات حقاش دركنا من الفاصل، ومخرجنا غادي يقجنا الى فتر الفاصل الاشهاري. حنا راجعين معكم على راديو اصوات، برنامجكم كي داير مع المصروف بعد فاصل قصير.